الله وبركاته. اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة جريد فور، اهلا بكم. والسيم الاخير وسيم 3 وكونسبت 3. كونسبت 3 بيتكلم عن رينيبل انرجي ريسورسز، المصادر المتجددة للطاقة. هنقسم الكونسبت ده على 2 فيديو. الفيديو الاول النهاردة هنتكلم عن ليسون 1 و 2. هنتكلم عن الرينيبل انرجي ريسورسز وهنتكلم عن السن. الرينيبل انرجي ريسورسز، المصادر المتجدده للطاقه، درسنا قبل كده في الكونسبت اللي فات ان انا عندي نوعين من الانرجي ريسورسز، هي الرينيبل المتجدده اند نون رينيبل، وغير المتجدده، وخدنا ديفينيشن عليهم. النهارده هنرجع مع بعض الديفينيشن القديم وهنحاول نزود عليه ديفينيشن جديد بنفس المعنى. رينيبل انرجي ريسورسز، وهي it is a natural resources، المصادر الطبيعية، that can be replaced after short period time، اللي ممكن أن تتجدد بعد فترة زمنية قصيرة. ده طبعا كنا أخدينه قبل كده. or the energy that will not run out، هي الطاقة التي لا تنفذ faster than consuming it، بسرعة استهلاكنا ليها، يعني ما بتنفذ بسرعة زي ما احنا بنستهلكها. وطبعا example ليها هو solar energy، ودي طبعا come from the sun. Wind energy come from wind and water energy دي come from waterfalls، بتيجي من المساقط المائية. يعني أنا عندي solar energy، طاقة شمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المصادر اللي بتيجي من المصادر المائية. جايب لك هنا صور تفكرك بالـ renewable energy resources بالنسبة للإكزامبل. جايب لك صورة الـ solar panels، دي هنا معاك رسمة الـ solar panels، وهنا رسمة الـ ووتر ميند، دورت الرياح، ورسمت الووتر فولز، المساقط المائية. يا ترى ايه هي الامبورتانس اوف انرجي رينيبل، المصادر المتجددة اهميتها ايه، سواء كانت السولر او الويند او الووتر فولز، لهم اهمية، وهي طبعا جنريت الكتريستي، انهم بيولدوا لنا الكهرباء، سواء كانت السولر او الويند او الووتر فولز، مهمتهم انهم بيودوا المصادر عشان تجدد لي، تولد لي طاقة متجددة، تخلي الكهرباء اللي بتيجي متجددة لانها جاية من مصادر متجددة. طيب people use machine، يا ترى ليه الناس بتفضل استخدام الآلات؟ وده بيرجع ليه 3 أسباب. أول سبب عندنا وهو to make their life easier، عشان تجعل حياتهم أسهل، and get tasks done faster، وتخلي أداء المهمات أسرع، وكمان to save effort، علشان توفر الجهد. يبقى people use machine to make their life easier، to get tasks done faster and save effort. عندنا مثال لاستخدام السولار بانلز او السولار انرجي في جنريت الكتريستي، عندك مثلا السولار بانلز اللي موجوده في الستريت بالبس، اللي هي لمبات الشوارع، زي ما انت شايف البيكتشر اللي قدامك دي، رسمه للسولار بانلز. طبعا بتعمل ابزورب للسان لايت طول النهار، بتبدا تحوله لالكتريك انرجي، وبالليل بتحوله لايت انرجي، تقوم اللامبس دي يحصل لها لايتنينج، تنور. They are used to light up street bulb in city، بتنور لنا لمبات الشوارع. عندي هنا الوقت هنبدأ ناخد الفرق بين الويندميل والووترميل، وطبعا والاثنين دول يعتبروا وسائل قديمة، وفايدتها هي جريند جرينز، طحن الحبوب. هنا أنا جايبة لك معايا صور توضح الشكل قوي. عندك شايف الويندميل اهي قدامك، ويندميل طحونة، طبعا دي بتتحرك عشان تعمل جريند جرينز، يعني دي بتتحرك بتستخدم الويند موفمنت، حركة الرياح. أما بالنسبة للووتر ميل فتستخدم حركة المية، ووتر موفمنت، عشان تعمل تحريك، يعني تحرك تولد كيناتك انرجي، ويحرك لي الجهاز الموجود المخصوص لطحن الحبوب. تعالوا كده هنا نشوف مع بعض. عندنا هنا الويند انرجي، الويند ميل، the wind movement generate، حركة الرياح بتعمل generate kinetic energy، والkinetic energy moved to mill blades، تحرك لي البليدز اللي هي الريش أو الشفرات، to grind grains، عشان تطحن الحبوب. أما الwater mill، الwater mill زي ما تشوف كده بتستخدم حركة المية، لو تلاحظ هنا، شوف هنا أنا رسمة لك إيه، هنا أهي حركة المية عشان تحرك البليدز برضو وتعمل لي جريند جرينز. معنى كده أن الاتنين هدفهم هما جريند جرينز، والاتنين دول أصبحوا وسائل قديمة دلوقتي. تعال نشوف مع بعض من هنا إيه الفرق بين
الاولد ويند ميل بالنسبه للاثنين دول ويند ميل، بس واحده منهم اولد قديمه والتانية فاشون بقى جديده او مودرن. تعال نشوف الفرق بينهم ايه وهو باين في في الصور. يعني ان هنا ذا نمبر اوف بليدز، تعال نعد 1 2 3 4 بليدز، تعال هنا كده نعدهم 1 2 3. معنى هنا ان ذا نمبر اوف بليدز اوف اولد ويندمل مور ذان مودرن ويندمل. تعال كده تشوف دي طويله ودي قصيره، يبقى هنا عندنا المودرن ويندمل ستولر ذان ذا اولد ويندمل. وطبعا في فرق، دي بتستخدم تو جينيريت الكتريسيتي، ودي بتستخدم تو جريند جرينز. يعني واحدة بتستخدم في جنريت إلكتريستي والتانية بتعمل جريند جرينز. نيجي ناخد بعد كده، ودرسنا ده قبل كده، ان انا عندي any energy chain begin with sun، وخدت ان انا any devices operate by using by source of energy، لازم source of energy عشان اي device يشتغل. طيب عندنا هنا انا جايبه لك some example of device، وهنشوف السورس بتاع الانرجي والتايب بتاعه. طبعا التايب بتاعه او كايند، يعني انت ممكن تكتب هنا كمان كايند، طبعا دي انا ملزمه منزلها لك على كل الصفحات بتاعتنا كايند. عندنا هنا بالنسبه للفلاش لايت، طبعا ده بيعتمد انت لازم تحط له باتري كسورس اوف انرجي، يعني السورس بتاع الانرجي بتاعه باتري. والباتري دي يا شباب حتى الباتري دي تعتبر نون رينيبل. ليه؟ لانها بتخلص وبغيرها او بشحنها تاني. بتروليوم اوفن بتعتمد على البتروليوم وده نون رينيبل، مصدر غير متجدد. جاز اوفن بيعتمد على الناتشورال جاز وده نون رينيبل. الفاير بليس اللي هي المدفأة اللي بتشتغل بالفحم، يبقى دي بتستخدم الكول وده نون رينيبل. تعال هنا المثال ده شوية، الالكتريك هيتر، طالما الالكتريك جاية لي من مصادر رينيبل يبقى هي تعتبر الالكتريك في الحالة دي رينيبل انرجي ريسورس. سولار هيتر دي ما فيهاش اختلاف خالص، دي بتعتمد على السولار انرجي ودي رينيبل، ودي هندرسها في الدرس الجاي. ده كان ليسون 1. اما ليسون 2 فهو بيكلمني عن السولار انرجي والبطل الاساسي بتاعها وهو الصن. يبقى هنا عندنا السولار انرجي، طبعا it is the energy produced from the sun، عشان كده انا هكلمك اول حاجه عن الصن. الصن زي ما انت شايف كده قدامنا، ان الصن عبارة عن الصن هيوصفها لك وصف جميل جدا، بيقولك ان الصن دي عبارة عن جسم غازات، عبارة عن مجموعة من الغازات such as hydrogen and helium، يعني هي عبارة عن مجموعة من الغازات زي الهيدروجين والهيليوم. وكمان انها مش solid، هي جسمها مش صلب. احنا خدنا قبل كده في الديسكفر واحنا صغيرين، خدنا ان انا عندي ان في 3 states of matter solid liquid gas. بالنسبه للسوليد صلبه يعني لها ارض، اما الليكويد سائل، اما الجاز غازي، هي بقى جاز والغازات اللي فيها هي هيدروجين اند هيليوم. نيجي نبدا نتعرف على الفوتوسفير اللي هو الغلاف الضوئي بتاع الشمس، وده مهم جدا والديفينيشن بتاعه جماعه بنحفظه. It is a gas region، هي المنطقة الغازية of surface of the sun أو edge of the sun that emits heat and light، هي المنطقة اللي موجودة في سطح الشمس اللي بتشع لي ضوء وحرارة. يبقى photosphere it is a gas region surface of the sun أو edge of the sun، ممكن تكتب فوقها كمان عشان تبقى أنت بتذاكرها، edge of the sun that emits heat and light، بتشع ضوء وحرارة. يجي معانا الجزء مهم جدا وهو what is the importance of the sun، أهمية الشمس إيه. طبعا الشمس دي مهمة جدا جدا في حياتنا. أول حاجة هي provide us heat and light، هي اللي بتمنحنا الهيت واللايت، الضوء والحرارة. وأي plant في الدنيا محتاج sunlight to grow، يبقى plants need sunlight to grow. طيب عندي سؤالين دول مهمين جدا، what happened دول، يعني ياريت هتظللي عليهم كده. What happened؟ لو احنا جينا قلنا هنا what happened، هظللها لك اهي. عندك هنا what happened absence of the sun، ايه اللي يحصل لو الشمس غابت عننا؟ طبعا البلانت اللي هو need sunlight مش هيتلقاها، die. اما الانيمال feeding on plant مش هيتلقى البلانت، die. طبعا الانسان اللي هيتلقى لا plant ولا animal هيموت هو كمان، يبقى life on earth will disappear،
الحياة على سطح الأرض هتنتهي. عندك السؤال الثاني: What happened when? If you like directly to the sun، لو بصيت للشمس مباشرة هنقول the eyes will damage، عينيك هتتدمر، and we can't see again، طبعا لأن الشمس بتخرج أشعة انفراريد والترا فايلت، لو حصل إنها اخترقت الأتموسفير ووصلت لعينيك هتعمل damage للريتنا وهتأذي بصرك. الوقت في سؤال مهم جدا أكيد كلكم بتفكروا فيه في نفس الوقت، وهي إزاي الشمس بتطلع لنا الهيت واللايت دول؟ يبقى how does the sun produce heat energy؟ إزاي الشمس بتخرج لنا heat energy؟ number one، إحنا اتفقنا إن السن دي عبارة عن gases، هيدروجين وهيليوم. لما الهيدروجين والهيليوم دول الغازس اللي موجودة في السن يعملوا reactions، تفاعلات، a great amount of energy produced، كمية كبيرة جدا من الطاقة بتطلع. heat and light energy transfer through the space، طبعا تعرف الشمس والأرض في بينهم مسافة كبيرة جدا، سنين ضوئية، لما ولكن المسافة دي بتخترق بسرعة جدا. طب ازاي بتمشي في الفراغ؟ لأن عندك اللايت دي موجات اسمها electromagnetic waves. الموجات الالكترومغنت ويفز دي عندها مقدرة على انها تمشي في السبيس، اوكي؟ علشان كده احنا بنشوف ضوء الشمس ولكن ما بنسمعش صوت الانفجارات الشمسية او صوت التفاعلات اللي بتحصل فيها، ولان طبعا الساوند لا، دي موجات مختلفة خالص. اما اللايت فده الكترومغنت ويفز، يعني بيوصل لنا على الارض عن طريق موجات ويفز. الشعاع اللي بيوصل لك من الشمس ده احنا بنسميه اما radiant energy or radio activity، يعني اسمين، يا اما radiant energy or radio activity، وريت الحاجات دي ننطقها صح ونكتبها صح، radiant energy or radio activity. في عندي سؤال مهم جدا انا جايبه لك برضه، وهو give reason we feel warmth of the sun at night، برغم ان احنا بالليل الا ان احنا بنحس بالدفء بتاع السن، لان الاتموسفير والووتر والسويل بيفضلوا طول اليوم بيعملوا ابزورب للسن لايت، فطبعا ده بتتاثر بيه الارض بالليل، بيفضلوا يمتصوا ضوء الشمس، وده بيخليهم بيطلعوا الحراره دي، او الارض بتتاثر بيها حتى في غياب ضوء الشمس ليلا. يبقى بيكوز اتموسفير ووتر، طبعا الووتر ده عباره عن ميه النهر والبحر والمحيط، مساحه كبيره جدا من الارض، والسويل التربه اللي بنمشي عليها كلهم بيعملوا ابزورب سان لايت طول اليوم. نيجي عندنا لتعريف السولار انرجي، ات از ذا انرجي بروديوس فروم ذا سن، هي الطاقه اللي بتطلع لنا من الشمس. امبورتانس اوف سولار انرجي، اهميه السولار انرجي بقى لينا احنا اللي قاعدين على الارض، السكان الكوكب الارض، بلانتنج انسايد جرين هاوس، ونبدأ نتعرف على الجرين هاوس وأهميتها. دي طبعا زي ما انت شايف قدامك الصورة، ادي جرين هاوس، منازل، بيت زجاجي، طبعا الزجاج بيسمح بمرور ضوء الشمس وحرارتها، فطبعا بيهيئ جو للنبات اللي جوه الجرين هاوس بأنه يحس ان في صيف برغم ان احنا في الوينتر. يبقى help farmers planting crops، وبتيجي في كل الامتحانات، help farmers planting crops that need hot weather in winter، بيدي فرصة للمزارعين انهم يزرعوا النباتات الصيفية حتى فصل الشتاء. وطبعا حاجة سهلة جدا، هو direct source of thermal energy، ده مصدر مباشر للطاقة الحرارية اللي بيدفينا، وin warming houses حتى في تدفئة المنازل، يعني حتى دايما بنفتح الشبابيك الموجودة، الشبابيك الزجاجية اللي في الوولز في الحيطان علشان تدخل لنا sunlight، وطبعا دي مهمة جدا في warming houses، وبتقتل اللي بتعمل كل الميكروبز، وممتازة جدا. cooking food طبعا بتستخدم في طهي الطعام باستخدام الكيرفيد ميرور، يعني لو تلاحظ انت الشكل اللي انا جايبه لك، الصورة هكبرها لك اهي، ادي الصورة، الصورة دي طبعا لو تلاحظ فيه هنا كوكينج بوت، الكوكينج بوت ده محطوط فين؟ في منتصف كيرفيد ميرور، زي ما تشايف اهي كيرفيد ميرور، دي مراية منحنية، ازاي منحنية؟ لو تلاحظ اخده كيرف اهي، يعني بص اخده كيرف، كيرفيد ميرور دي وظيفتها ايه؟ بتعمل collect and focus، الفعلين دول مهمين جدا، collect يعني تجمع، focus يعني تركز، اهم collect and focus، بتجمع وتركز السنلايت على البوت، يعني بص كده بتعملها كده، بتجمعهم كلهم هنا. طبعا ده بيعمل ايه؟ بيسخن البوتس، والبوتس دي بتعمل ايه؟ الميتال بوت، وبتعمل لي ايه؟ كوك ذا فود انسايد ات، بتسخن لي الطعام اللي جوه. يجي بعد كده عندنا هيتنج ووتر، وده باستخدام السولار هيتر، ويا ريت نكتب هنا جنبها السولار هيتر، زي ما انت شايف كده موجود في ايه؟
ذا طبعا ذا توب اوف ذا بيلدينج، موجود في ذا توب اوف ذا بيلدينج، في اعلى سطح المباني بيلدينج، يعني في قمه المبنى او في اعلى سطح المبنى. وده طبعا زي ما انت شايف ده عباره عن تيوبز انابيب بتتعرض للسان لايت، بتبدا تسخن المايه اللي فيها، المايه بتتعن في التانك. نيجي بعد كده اخر جزء عندي في الدرس ده، وهو تعريف السولار بانلز. اللي قدام حضرتك دي سولار بانلز اهي، بص كده معايا سيدي. سولار بانلز بتتكون من ايه؟ السولار بانلز بتتكون من العديد، بص كده المربعات الصغيره دي بتتكون من ماني نمبرز اوف سولار سيل. يعني هي السولار دي كلها اسمها سولار بانلز، فيها العديد من السولار سيل. سولار سيل طبعا زي ما انت عارف بتعمل كونفرت للسولار انرجي اهي، بتاخد السولار انرجي بتحولها لي يا اما اللايت يا اما الهيت انرجي. وطبعا احنا خدنا تطبيق عليها، ان في عندي الكالكوليتور اللي بيستخدم السولار بانلز او السولار سيل. طبعا دي اسمها سولار بانلز ليه؟ لانها مكونه من العديد من السولار سيل، يبقى دي اسمها ايه؟ اهي سولار بانلز، بتتكون من العديد من السولار سيل. يعني دي سولار سيل ودي سولار سيل سولار سيل سولار سيل، بتعمل ايه؟ بتستخدم ضوء الشمس عشان تعمل تشحن مين؟ تشنج الباتري اللي جواها، هي فيها باتري، ولكن الباتري دي بتتشحن باستخدام ضوء الشمس، باستخدام السان لايت. يعني خلي بالك دي بتستخدم سولار انرجي. يبقى هنا انت هتقول لي هنا حاجه مهمه قوي، اكتبها معايا. هتقول ان الانبوت انرجي، انا شايفاها كتير جدا في الاسئله، هنقول ان الانبوت انرجي، خلي بالك ان الانبوت انرجي بالنسبه للكالكوليتر هو السولار انرجي. بكده انا اكون خلصت معاك ليسون 1 و2، يعني نص الكونسبت الاخير، وان شاء الله اشوفك الفيديو اللي جاي مع كونسبت مع ليسون 3 و4. ثانك يو اند جود باي، وزيوم سمار وفيت ساينس تيتشر، باي باي.